تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مستمعين الأعزاء. أتمنى أن قدرتوا تستمتعون في إجازة العيد ضمن إجراءاتكم الاحترازية. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 6005514114، أو إذا كنتوا تفضلون الرسائل النصية القصيرة تقدرون تبعثوا لنا على 4006. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن سرحيل. معاكم اليوم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة عن مواضيع جدا مهمة. راح نتحدث عن البكتيريا النافعة لصحة الجسم، وأيضا نكمل حديثنا عن الجهاز الهضمي. مستمعين، راح نتحدث عن الجهاز العصبي والخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة في هذا الجانب. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا، نذكركم أن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة. لما أخذ موعد لحصوله على اللقاح يبادر لأخذ موعد للقاح، لأن اللقاح هي إحدى المفاتيح الرئيسية اللي بتمكننا من العودة لحياتنا الطبيعية ونتجاوز هذه الجائحة. وننتقل إلى خبرنا لليوم. نتحدث اليوم عن الخضروات، من الممكن أن تخلصنا من دهون البطن. تتراكم الدهون الحشوية المعروفة أيضا بدهون البطن في منطقة المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي. وتشير الأبحاث أنه يمكنك تقليل دهون البطن من خلال تضمين أنواع معينة من الخضروات في نظامك الغذائي. وترتبط الدهون الحشوية التي تقع بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم بحالات تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. لذلك فإن إيجاد الطرق للتخلص من هذه الدهون لها أهمية قصوى. وسعت دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية إلى فحص العلاقة بين استهلاك الخضار وتقليل هذه الدهون الحشوية. وعلى وجه التحديد، كان الباحثون مهتمون بتأثير الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي أو الأصفر الغامق، والمعروف أيضا بالخضروات الغنية بالمغذيات، وعلاقتها بهذه الدهون الحشوية. وتشمل الخضروات ذات اللون الداكن البروكلي والكرنب والنبات الهندي وأيضا اللفت. أما بالنسبة للخضروات الصفراء الغامقة، نتحدث إحنا هني عن الجزر والقرع والبطاطا الحلوة. ووجد الباحثون أن اللي يستهلكون الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن أو البرتقالي أو الأصفر الغامق لديهم دهون حشوية أقل بنسبة 17% من غير المستهلكين لها. كما ارتبط تناول الخضروات الغنية بالمغذيات بشكل إيجابي بتحسين حساسية الإنسولين، وترتبط مقاومة الإنسولين المحرك لمرض السكري من النوع الثاني بزيادة الدهون الحشوية.
لذلك خلاصة هذه الدراسة تقول عشان إحنا نحمي نفسنا من هذه الدهون اللي تتجمع حوالين المعدة، جدا مهم إن إحنا نضيف الخضروات الداكنة باللون الأخضر، وأيضا الخضروات اللي باللون الأصفر الغامج لازم إحنا نضيفها إلى نظامنا الغذائي اليومي. ومن خبرنا اليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعي إذاعة نور دبي. عيدك مبارك أسماء. علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. ناخذ تقريبا جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هو سؤال على ستوري الانستغرام. السؤال كان يقول ان شاركونا اسئلتكم المتعلقه بالامراض الجهاز العصبي واخذ التطعيم. تقريبا كل الاسئله اللي احنا وصلتنا يوم امس قاعدين نجهزها، ارسلناها حق الاطباء وسيتم نشرها من خلال نشرات في قنواتنا، فراح الاجوبه تكون موجوده بشكل مستمر في القنوات. ايضا من ضمن الاشياء عندنا مبادره اسمها صحه دبي تجيب، فهالاسئله اللي توصلنا غالبا في قنوات التواصل الاجتماعي نحن راح نحطها في هذا الوسم وراح نحط ننشرها بشكل مستمر. حاليا نحن مركزين وايد على الاجابات على الاسئله المتعلقه بالتطعيم، وقاعدين نوفرها بشكل مستمر ومباشر للمتعاملين. سؤالنا كان يوم أمس يقول متى يمكنني التبرع بالدم بعد أخذ لقاح كوفيد 19؟ الجواب يمكن التبرع بالدم بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح كوفيد 19. أيضا اليوم يصادف يوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وراح نحط نشرات حول الأسباب والأعراض الخاصة بهذا المرض. بس نحب نذكر الجميع أن لا يركزون فقط على أن يكون في أعراض، لكن أحيانا يصادف ارتفاع ضغط الدم يعني يرتفع بدون ما تقطع أعراض، ووايد أشخاص يمرون بهذا الشيء. فإحنا دائما ننصح الأشخاص في بعد عمر معين أنهم يبدون يسوون الفحص الدوري. والحلو أن كل زيارات المتعاملين لمراكز هيئة الصحة يتم قياس الضغط، فهاي بعد ايضا من الاشياء اللي ممكن واحد من لما يزور طبيب الاسره يقدر انه يسوي الفحص ضغط الدم. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن يعني توصلنا من الاستفسارات هي الاستفسارات المتعلقه ب التطعيم للفئات اللي 12 سنه وفوق. ان شاء الله نحن هالاستفسارات كلها اللي وصلتنا راح نحط يعني راح ننشر قريبا اول ما يفتحون المجال لهاي الفئة اللي داخل التطعيم في هيئة الصحة. أكيد 100% راح يتم إعلانه من خلال منصاتنا. نتمنى من الجميع أن يتابعونا خصوصا على القنوات الثلاث الرئيسية اللي هي تويتر وإنستغرام وفيسبوك. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. ونحن أيضا نحب نأكد أن حتى لو كنت ماخذ التطعيم التزم بإجراءات الوقائية والإحترازية، والأهم لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين حتى أن يكون في أي إعلان ثاني تصدره الدولة. ودائما ننصحهم أن يأخذون يعني معلوماتهم من الحسابات الرسمية الصحية في الدولة، وما يسمعون للنشرات اللي تصدر بالواتساب، لأن مو كل من لبس باط وصور فيديو بالصف. بالضبط. تقريبا هذا، ونتمنى لهم الصحة والسعادة، نتمنى يوم سعيد. ونتمنى لك أيضا يوم سعيد. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله وحدثتنا عن مبادرة صحة دبي تجيب. مستمعينا الأعزاء، إذا كان عندكم أي استفسار بخصوص الخدمات اللي نوفرها أو أي أسئلة طبية حابين أن أطباءنا المتخصصين يجاوبون عليها، أنصحكم بأنكم تستعملون الوسم صحة دبي تجيب، وإحنا إن شاء الله ما بنقصر وبنجيب على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم. وأيضا مثل ما قالت أسماء، اليوم يصادف اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم اللي هو يعتبر القاتل الصامت، لأن معظم المصابين ما تظهر عليهم أي أعراض عند ارتفاعه. لذلك من المهم والضروري أن احنا نداوم على قراءة معدل ضغط الدم عندنا بشكل دوري عشان احنا نتجنب الإصابة بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.
هذه كانت آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل رح نتحدث عن البكتيريا النافعة ومدى تأثيرها على صحة أجسامنا. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء إما عبر الاتصال على الأرقام التالية 6005514414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. في عالم البكتيريا هناك ما هو ضار وما هو نافع لنا، والحديث عن هذا الموضوع بالغ الأهمية لأنه يمس صحتنا بشكل مباشر. في هاي الحلقة رح نركز حديثنا عن البكتيريا النافعة وفوائدها لصحة الجسم. الكثير منا سمع عن هذه البكتيريا لكن ما عرفنا تفاصيل هذه البكتيريا وشو فائدتها حقنا وحق صحة أجسامنا. عشان نتحدث بعمق عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي الأستاذة ريهام أحمد. صباح الخير أستاذة. أستاذة ريهام. أيوة صباح الخير أستاذة ريهام. صباح النور. صباح النور حبيبتي، أهلا. لو تحدثينا شوي تعطينا نبذة عن البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة. إن شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير للجميع. اليوم حديثنا زي ما تفضلتي عن البكتيريا النافعة أو بنسميها النورمال فلورا. جسم الإنسان خاصة بطانة الأمعاء تحتوي على عدد كبير جدا من الكائنات الحية الدقيقة. هاي الكائنات بقدرة رب العالمين بتعيش مع بعضها في توازن داخل الأمعاء. أي خلل في هذا التوازن مثل نقص البكتيريا النافعة بيعرض الإنسان لبعض المشاكل الصحية، مثلا في الجهاز الهضمي مثل الغازات، الإمساك، الإسهال. فهذه البكتيريا النافعة أو بالإنجليش تسمى البروبيوتيك موجودة في المنتجات أو في مكملات غذائية بصورة طبيعية داخل الأمعاء. بداية بس تحدثين عن فوائد الصحية لهاي البكتيريا قبل ما نتحدث عن المنتجات الغنية بالبكتيريا، لو نقول شو فائدة البكتيريا هذه لنا. أكيد البكتيريا النافعة هذه أو النورمال فلورا بتساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي، فبالتالي بتساعد الجسم على محاربة الأمراض ومحاربة العدوى. بتعزز أيضا قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية وهضمها بكفاءة. في بعض الحالات مثلا حالات الإسهال المزمن الحادة سواء كانت مرتبطة بالمضادات الحيوية أو غيرها، فوجود البكتيريا النافعة في الجسم بتوازن معين بيساعد على علاج هذه الحالات. ومن خبرتنا أيضا مع المرضى في المستشفى ممكن المريض يجي حتى ما بياخذ مضاد حيوي وما عنده مشكلة صحية، بس في دائما عنده حالات إسهال بتكون بسبب خلل في توازن هاي البكتيريا النافعة. فونس عدلنا في نظامنا الغذائي ممكن نحافظ على مستويات مضبوطة من هاي البكتيريا النافعة اللي بتساعد على يعني بتنعكس إيجابا على صحة الجسم. أيضا بتساعد في الحماية من البكتيريا والفطريات الضارة والالتهابات. فلها فوائد يعني عديدة في المحافظة على صحة الجسم. طيب بما أنه لها فوائد عديدة على العديد من أجهزة أجسامنا وخصوصا جهازنا الهضمي، فهل هناك منتجات محددة غنية بهذه البكتيريا النافعة؟ صحيح، في مصادر بتساعد على زيادة هاي البكتيريا النافعة. هذه البكتيريا النافعة عفوا بداية محتاجة لغذاء، يعني أنا لازم أغذيها. البكتيريا موجودة نافعة بس تحتاج لغذاء وهو ما يسمى بالبريبايوتيك. يعني هي أوريدي موجودة في جسمنا. هي موجودة في الجسم بس ممكن في بعض السلوكيات الخاطئة سواء غذائية أو
ممكن تناول وجبات غير متوازنة. أنا أحذف وجبة أحذف مجموعة الألبان من الوجبة الغذائية، فبالتالي أنا ما حصلت على الكمية المفروض أخذها من هاي البكتيريا النافعة. استخدام العشوائي للمضادات الحيوية بدون مثلا إشراف طبي، أو بعض الأدوية الاستخدام الغير صحيح الغير مدروس أو بدون وصفة طبية ممكن تقضي على هاي البكتيريا النافعة. ففي بعض المصادر أنا عن طريق الغذاء ممكن أعوضها. شرب اللبن الرايب اللي هو زي لبن الزبادي بيكون مدعم بهاي البكتيريا، يعتبر منجم للبكتيريا النافعة، وبيساعد جدا في الوقاية من الأمراض وحماية الأمعاء من الميكروبات اللي ممكن تسبب الإسهال. فدائما اللبن خاصة اللبن الرايب. في أيضا بعض الأطباق الآسيوية زي الملفوف المخلل بيكون أيضا غني بهاي البكتيريا النافعة. في بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة بيكون مضيوف عليها كمان البروبيوتيك، فبتكون أيضا تحتوي على كمية معينة يعني جيدة من هاي البكتيريا النافعة. في مكملات غذائية، بس طبعا هذا المفروض تكون بوصفة طبية أو مثلا تحت إشراف طبي، الجرعة اللي لازم أخذها كيف أتناولها، يعني ما يعني يفضل انه دائما نراجع الطبيب او اخصائي التغذيه قبل اللجوء لمثل يعني تناولها، حتى نقيم الوضع التغذوي والوضع الصحي للشخص. ايوه، يعني ما يصير الواحد ياخذ هذه الادويه الموجوده في الصيدليات بدون ما يخضع لتقييم الطبيب المعالج. هو يفضل انه دائما يعني انا طبيبي بيقيم الوضع الصحي، اخصائي التغذيه بتقيم الوضع التغذوي من التاريخ المرضي أو مثلا التاريخ الغذائي للمريض. صحيح. هل بيأخذ وجبات متوازنة، من الأعراض اللي بتصير مع المريض. فطبعا دائما استشارة الطبيب بتكون أفضل دائما للحصول على نتائج أفضل. جميل جدا. طيب أستاذ، أنت ذكرتي شيء بروبيوتيك وذكرتي أيضا البريبيوتيك، ممكن نعرف بس شو الفرق فيما بينهم، لأن الكثير من الأشخاص يتحرون أنه فقط بروبيوتيك وانتهى يعني، بس في شيء أيضا آخر اسمه بريبيوتيك. صحيح. البروبيوتيك اللي هي عبارة هي نفسها البكتيريا المفيدة. أيوة. هي موجودة زي ما حكينا بصورة طبيعية، بتتكون خلال عملية تخمير في الجسم، يعني عفوا هي موجودة في الأمعاء بصورة طبيعية، هذه بنسميها البروبيوتيك. البريبيوتيك عبارة عن تغذية البكتيريا النافعة، يعني البروبيوتيك هي البكتيريا، البريبيوتيك هي غذائها. شو هالغذاء أو منين تحصل عليه البكتيريا؟ هي عبارة عن نوع من الكربوهيدرات أو أجزاء من الطعام يعني ما بتنهضم، بتمر في الجهاز الهضمي، لما بتوصل للأمعاء الغليظة بتصير لها عملية تخمير، فبتعتبر كغذاء لهذه البكتيريا، لأن البكتيريا وجودها لحالها ما بيكفي، أنا بدي أغذيها. فكيف أغذيها؟ هاي التغذية تبع البكتيريا النافعة في إلها مصادر في الأطعمة، مثلا البقوليات، الشوفان، الثوم، البصل، التوت، الموز، هذه كلها تعمل كتغذية للبكتيريا النافعة فبتعزز وجودها. شغلة مهمة جدا، المضادات الحيوية أو الأدوية العشوائية لازم تكون تحت إشراف طبي، لأنها هاي بتقضي زي ما بتقضي على البكتيريا الضارة كمان بتقضي على البكتيريا النافعة. فدائما يعني نلجأ للطبيب عند استخدام أي أدوية دائما. بالإضافة إنه غذائنا يكون غذاء متوازن يحتوي على جميع المجموعات الغذائية، خاصة بسرعات أو صيحات الحميات الغير مدروسة اللي ممكن الناس تتبعها، بتكون مبنية على إلغاء بعض الوجبات الغذائية، فبتأثر سلبا على الصحة العامة للجسم من ضمنها صحة الجهاز الهضمي. معناته البروبيوتيك مستمعين الأعزاء مثل ما قالت الأستاذة هي أصلاً البكتيريا الموجودة في أجسامنا المفيدة، ولكن ممكن إحنا نزيد من عددها إذا أخذنا الروب الرائب مثل ما قلتي أستاذة. أما البريبيوتيك فهو الغذاء اللي يتغذى عليه هاي البكتيريا ويتكاثر، وهذه مثل ما قلتي موجود في الشوفان، البقوليات، الموز، الثوم، التوت، هاي أغذية تتضمن يعني تحتوي على الألياف اللي تعتبر كتغذية لهذه البكتيريا النافعة. أيوة، يعني معناته عشان احنا نحافظ على البكتيريا هذه في أجسامنا لازم احنا نكون حذرين في طريقة أخذنا للمضادات الحيوية، وأيضا نحرص على تناول الأغذية لهذه البكتيريا مثل ما قلت البقوليات والثوم والشوفان. لكن إذا مثلا احنا ضرينا بالبكتيريا المفيدة نقدر احنا نستعيض عن اللي فقدناه عن طريق أخذنا للبكتيريا الرائب الغني بالبكتيريا النافعة. صحيح. طيب تفضلي. لا كملي كلامك أستاذة.
يعني عشان هيك أنا مثلا يعني لازم تكون تحت إشراف طبي أو نزور الطبيب يعني صحيح. لأنه في جرعات معينة ممكن الدكتور يحدد لي إياها في أوقات معينة طريقة أخذها طبعا بتساعد أيضا على إنه أنا أستفيد من أكبر كمية ممكنة من هذه البكتيريا النافعة. طيب أستاذة ريهام، هل البكتيريا النافعة تخص المعدة أو الجهاز الهضمي بشكل محدد أم أن هاي الفوائد سوف تمتد إلى أجهزة أخرى في أجسامنا؟ لا، هي البكتيريا النافعة موجودة بصورة أكبر في بطانة الأمعاء بس الفائدة اللي نأخذها من الحفاظ على توازن التوازن البكتيري في جسم الإنسان بتعم على الجسم ككل زي ما تكلمنا أنها يعني بتساعد على قدرة الجسم في امتصاص المواد الغذائية وهضمها، بتساعد على الحماية من البكتيريا والفطريات الضارة. يعني من خبرتنا مع المرضى في تناول أو تعديل بعض العادات الغذائية، تناول بعض مثلا المكملات اللي بتحتوي على هذه البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك، فعلا جهاز الهضم يتحسن، راحة النفخة، راحة الغازات، يصير الإنسان بين إمساك وإسهال. فهذا ناتج عن خلل في كمية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. فتعديلات بسيطة، تعديلات غذائية، تناول مثلا مكملات هذه بإشراف طبي بتساعد جدا في تحسين المستوى العام للجسم من ضمنها خاصة يعني الأمعاء والجهاز الهضمي. بتساعد أيضا في الحماية من البكتيريا من الالتهابات، تعزيز قدرة جهاز المناعة على محاربة العدوى والأمراض. طيب أستاذة، هل في من نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ أكيد، أنا كأخصائي التغذية دائما يعني بنصح بتناول وجبات غذائية متوازنة. ما في حمية قائمة على أني ألغي وجبة أو أقلل من وجبة، غذاء متوازن مش فقط علشان بيكون مرتبط بمشاكل صحية أو عشان تنزيل الوزن، أيضا في أمور ثانية من ضمنها هي البكتيريا النافعة اللي تكلمنا عنها اليوم. نحافظ على يعني تناول وجبات غذائية متوازنة، متوازنة يعني تحتوي على جميع المجموعات الغذائية حتى أتمكن أني أحصل كمان على مزيج متوازن من هذه البكتيريا اللي بتنعكس إيجابيا على صحة الجسم. أستاذة ريهام، الحديث معك جدا شيق والمعلومات اللي قدمتيها لنا أيضا جدا مفيدة ويعني مفيدة جدا لي وللمستمعين أيضا. كل الشكر لك على وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، الشكر لكم للمستمعين، شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة ريهام أخصائي أول في التغذية السريرية وحدثتنا عن البكتيريا النافعة وشو هي فوائدها وشو هي المنتجات، وقالت لنا الفرق بعد عن البريبيوتيك والبروبيوتيك. مستمعين الأعزاء، ونطلع فاصل قصير وبعد الفاصل رح نتحدث عن خدمات قسم الطوارئ في مستشفى راشد. بتكون معنا الدكتورة منى ورح تحدثنا عن خدمات هذا القسم وما يقدمه. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية مستمعين الأعزاء 6005514414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من بين ما تتميز به المنشآت الطبية في هيئة الصحة في دبي أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة والتي تقوم عليها نخبة من الكفاءات والخبرات والكوادر الطبية المحترفة والمزودة أيضا بأحدث التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية التي تمكن منشآتنا من التعامل بمهنية عالية مع جميع الحالات الطارئة التي تصلها. اليوم راح نتحدث عن قسم الطوارئ في مستشفى راشد اللي هو طبعا غني عن التعريف، وراح تعرفنا عليه أكثر الدكتورة منى الجلاف استشاري طب الطوارئ في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور والسرور، السلام عليكم.
كل عام وانت بخير دكتورة، وعيدك مبارك. وانتم صحة وسلامة، وعيدكم مبارك، ان شاء الله ايامكم كلها صحة وسلامة يا رب. آمين إن شاء الله. دكتورة منى، لو بداية اتعرفينا إلى طب الطوارئ، هذا التخصص الحيوي البالغ الأهمية. أكيد عزيزتي، أكيد. طب الطوارئ هو من أهم فروع العلوم الطبية السريرية، اللي يقدم العناية والرعاية للمرضى والمصابين اللي يحتاجون تدخل سريع ومناسب، بحيث يقوم أخصائي الطوارئ بفحص وتشخيص مجموعة كبيرة من الأمراض المختلفة، ويقوم بالتدخلات الحادة السريعة لمساعدة وتثبيت الحالات الحرجة واتخاذ القرار المناسب لإنقاذ الحياة أو تخفيف المعاناة من حدة المرض. وطبعا التميز في طب الطوارئ أنه ممكن هاي الأشياء تكون في ثواني محدودة. وطبعا أقسام الطوارئ يا عزيزي تعتبر بوابة للمستشفيات والهيئات الصحية، وعنوان تميزها وتقدمها. جميل جدا. لو نتحدث عن الأدوار المنوطة لقسم الطوارئ. تمام. ففي قسم الطوارئ يجب الاستعداد لاستقبال جميع الحالات الحرجة والغير حرجة من مختلف التخصصات. تمام. فالطوارئ بوابة الدخول لمعظم الحالات، فيتميز أخصائي الطوارئ بأن لديه معرفة واسعة في مجموعة من التخصصات الدقيقة، فهو يمتلك مهارات طبية ومهارات جراحية تخصصية لممارستها لاستيعاب وانقاذ الحالات الحرجة والخطرة اللي نحن نتعامل معها بشكل يومي متواصل. طبعا عزيزتي طب الطوارئ هذا تخصص أساسه اكتساب المعرفة والمهارة، عشان نقدر نقيم ونشخص ونعالج المظاهر الحادة ولجميع الفئات العمرية، فهذا يعتبر نوع من أنواع التحدي، من إحنا نعالج الكبير ونعالج الصغير. صحيح. وطبعا لازم يكون عندنا فهم وإدراك وبموضوع المهارات والبروتوكولات الطوارئ، سواء كان المحلية ولا الخارجية. طيب لو نتحدث عن إمكانيات القسم وتجهيزاته وطبيعة الخدمات اللي يقدمها. تمام. عزيزتي أنا فخورة جدا في كوني أشتغل في هيئة الصحة في دبي، وفخورة حتى في قسمي، قسم الطوارئ في مستشفى راشد. نحن نستقبل تقريبا، خلنا نقول في سنة 2019 استقبلنا 163 ألف بيشنت مريض. وطبعا هذا رقم كبير عزيزتي، حتى لو نقارنا بالنورث أمريكان سيستم هذا رقم يعني جدا جبار وكبير. ونحن قسمنا في مستشفى راشد يحتوي على 71 سرير، ويعتبر من أكبر أقسام الطوارئ في إمارة دبي. لو نعطيك بعد شوية تفاصيل زيادة، بس نحن مثلا نستقبل خلينا نقول 163 ألف بيشنت، 10% إلى 12% منهم يدخلون المستشفى، الباقي نحن ممكن أن نضبط الحالة في الطوارئ، تمام، بعدين يروح على البيت أو يتابع مع الرعاية الصحية الأولية والعيادات التخصصية. فتقريبا نحن يعني out of 160 ألف patient تقريبا ما بين 12 إلى 14 ألف يتم دخولهم. والمستشفى ما شاء الله تعدى 700 سرير. فهذه الأرقام تبين لك أن قسم الطوارئ خلية نحل. نحن نشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نحن ما نوقف، قسم ما يوقف أبدا. وعشان أتكلمش زيادة بعد عن إمكانيات القسم، بحمد الله وبفضل الدولة والقائمين على أمرها إمكانيات ممتازة، عندنا أجهزة حديثة ودائما نسوي أبديت، دائما نسوي تحديث. طبعا الفكرة كلها نبغى نوصل للتشخيص بسرعة وبدقة. صحيح. نحن عزيزتي نستقبل جميع الحالات الطارئة من إصابات أو جراحة أو باطنية، ونحن نعتبر في مستشفى راشد مركز علاجي لحالات الكسور، الجلطات القلبية، الدماغية، الأمراض الصدرية، الجهاز الهضمي. فطبيعة الخدمات عزيزتي العمل نحن عنا يبدأ من أول ما تصير الحالة. صحيح. فالإسعاف يتوجه للحالة، يعاين المسعفين يعاينون الحالة، عقب يتواصلون مع قسم الطوارئ يبلغوننا بالحالة،
نحن هني نتجهز لاستقبالها. جميل. وأول ما توصل الحالة توصل على قسم تصنيف الحالة. طبعا يكون في طبيب وممرض، وبالمناسبة نحن من الأقسام النادرة اللي يكون فيها حتى طبيب في قسم تصنيف الحالات، فنحن نبقى نشوف البيشنت أسرع وقت ممكن عشان ما نتأخر في علاجه. صحيح. فحسب التصنيف عزيزتي، إذا كانت الحالة حرجة جدا في عندنا قسم إنعاش. طبعا قسم الإنعاش أجهزة تنبيب رئوي إعاشة، وفي تصوير مقطعي وتصوير سيني وأجهزة للتصوير فوق الصوتية خاصة بقسم الإنعاش. وإذا كانت الحالة خلنا نقول متوسطة، في عندنا قسم حق الرعاية المتوسطة يكون فيه أجهزة مراقبة دائمة، وطبعا في بعد أجهزة للتدخل السريع لا سمح الله إذا المريض الدهوة. صحيح. وطبعا في عندنا أقسام حق الحالات البسيطة اللي ما تحتاج مراقبة، مثل تبديل ضماد، مريض مثلا سوى الخياطة يا يبي يشيك على الخياطة يشل الخيط كذا. طبعا عزيزتي أنا حبيت أذكر هاي النقطة وأنا جدا فخورة فيها، أن قسمنا يعتبر مركز تدريب معتمد من قبل المجلس العربي للإختصاصات الصحية لبرنامج الإقامة في طب الطوارئ من 10 سنوات، وتم تخريج كمية كبيرة من الأطباء اللي مارسون عملهم بكل كفاءة وتميز. وفي عنا في قسمنا اختصاصين في مجال طب الطوارئ، وطبعا دائما عندنا برامج تدريبيه وتحيليه مستمره. واذا تعطيني المجال حتى اذكر على خصوصا احنا في حين في حاله الكوفيد، ان مع ازمه الكوفيد الحاليه طبعا سوينا اليات عمل للفصل بين الحالات المصابه والمشتبه بها والحالات غير المشتبه بها، في بروتوكولات في اليات عمل احنا نمشي عليها من البدايه، من اول ما يجي المريض على المستشفى نفصلهم عشان ما يكون في أي نوع من الاختلاط أو العدوى. فسوينا عيادة إنفلونزا للحالات البسيطة، وسوينا قسم عزل للرعاية المتوسطة، وسووا الإدارة ما قصرت بنت إنعاش خاص. فهذا كل إمكانيات صراحة ضخمة وجزاهم الله ألف خير. صحيح. طبعا قسم الطوارئ في مستشفى راشد غني عن التعريف، وأتوقع كل الموجودين في الإمارة وخارج الإمارة لما يصير لهم أي شيء على طول أول مستشفى أو أول قسم على بالهم بنروح طوارئ اللي في مستشفى راشد. وهذا هو يعني هاي السمعة ما انبنت بين اليوم والليلة، هذه انبنت يعني أحس على مدى سنين. دكتورة لو شوي نتحدث عن تكامل العمل داخل مستشفى راشد بين الطوارئ والأقسام الطبية التخصصية الأخرى، لأن مثل ما قلتي أنتوا تستقبلون هذه الحالات ومن ثم أنتوا توزعونها على باقي الأقسام الأخرى، فلو نتحدث عن منظومة التكامل هذه. جميل. قسم الطوارئ عزيزتي هو البوابة. صحيح. البوابة اللي تدخل منها معظم الحالات لمستشفى راشد، تمام؟ فما شاء الله مستشفى راشد سعاته 700 سرير، فبالتالي هو الحلقة الأولى في سلسلة رحلة علاج المريض وإتمام شفائه بإذن الله. فشو يسوي طبيب الطوارئ عزيزتي؟ طبيب الطوارئ يعاين الحالة ويجري الفحوصات الضرورية، ويتم التشخيص المبدئي وتحديد مستوى الرعاية والمراقبة المطلوبة، وإذا احتاجت الحالة لتحويل أم لا. لله الحمد معظم الحالات يمكن حلها وتخريجها من الطوارئ. صحيح. تقريباً على إحصائيات المستشفى لعام 2019 تقريباً خلنا نقول من 10 إلى 12% تم تخريجهم، يعني تقريباً مال 12-14 ألف. مال 12-14 تم دخولهم، والباقي كله تم تخريجهم. طبعا يوم يتخرجون بروبر فولو اب، يعني متابعة جيدة في العيادات الرعاية في العيادات الخارجية التخصصية او في مراكز الرعاية الصحية الأولية البي اس تي. طبعا مراكز الرعاية الصحية الأولية هذا جزء لا يتجزأ من هيئة الصحة في البيت. صحيح. واذا تم إذا شاف طبيب الطوارئ أن الحالة هذه تحتاج اختصاص وتحتاج تنويم في المستشفى، فيقوم طبيب الطوارئ بالتواصل مع أقسام الاختصاص المعنية وتحويل الحالة له. وهني عزيزتي يبرز دور التعاون
فنحن كلنا أصابع ليد وحدة، سواء كان emergency ولا الأقسام الثانية منها القلبية أو الرئوية أو الجهاز الهضمي، نحن كلنا همنا صحة المريض وعلاجه. فيقوم طبيب الطوارئ يحول الحالة، وبعدين هي أخصائي أو استشاري من الأقسام المحول له يعاين المريض ويسوي إجراءات الدخول واستكمال علاج التخصصي، سواء في الطوارئ أو حتى بعد نقله للأقسام. فهي عزيزتي مجموعة حلقات متواصلة لين ما المريض بإذن الرحمن يشفى ويتعالج ويطلع من المستشفى، وحتى يوم يطلع يكون في متابعة طبعا حسب الحالة. هذا دكتورة، لو يعني احنا بنستغل وجودك عشان شوية نعرف أغلب الحالات الطارئة اللي توصل مستشفى راشد، شو هي الحالات الجدا يعني تيكم في المستشفى؟ تمام. أغلب الحالات الطارئة اللي تصل مستشفى راشد، طبعا احنا كنا مركز رئيسي للحوادث والطوارئ في إمارة راشد، في إمارة دبي، نستقبل معظم الحالات سواء البسيطة والمتوسطة أو البليغة، كإصابات حوادث مشاة، إصابات حوادث سيارات، إصابات عمل. نستقبل الحالات الباطنية من أمراض القلب، الرئة، الجهاز الهضمي، الأعصاب، الباطنية العامة، الأمراض النفسية. فما شاء الله عنا almost كل التخصصات المطلوبة لصحة المريض وإنقاذ حياته. جميل جدا. دكتورة منى، لو تعطينا نصائح أخيرة للمستمعين، أو إذا تبين تحدثينهم كلمة أخيرة نتحدث فيه عن طب الطوارئ ومستشفى راشد. تمام. عزيزتي، طب الطوارئ كتخصص مستقل صغير العمر نسبيا في دولتنا. فقبل كانت أقسام الطوارئ الدار بالأطباء الموظفين اللي هم already يمارسون في الأقسام الأخرى، سواء كان طبيب عام ولا طبيب جراحة ولا طبيب باطنية. بس الحين ما شاء الله، وبفضل جهود الدولة وبفضل الفكر المتوسع، بدأت فكرة طب الطوارئ تتبلور في السنوات العشر الأخيرة. فصارت الحين أقسام الطوارئ تتنافس أن تقدم الخدمة المتميزة. فمن قسم صغير كفرع صغير تحول إلى قسم كبير. صحيح. فنسوي خدمة كاملة متكاملة. وأنا طبعا أنا أشجع كل الأطباء الصغار بالعمر اللي إن شاء الله قاعدين يدرسون في كلية في الكليات الطبية، أو أنه بيتخرجون إن شاء الله، ان يفكرون في هذه في هذا التخصص، يفكرون في مهنه طب الطوارئ. صحيح. لانها جدا خدمه انسانيه، نساعد المريض، وكلمه الشكر اللي احنا نسمعها من المريض في نهايه الخدمه طبعا تسوى الدنيا وما فيها. صحيح. فخدمه انسانيه نحصل فيها الاجر والثواب، خدمه للوطن، لان هذا المجال ممكن يفيدنا في كل شيء، ممكن يفيدنا في علاج المجتمع، ممكن يفيدنا في إدارة الأزمات، ممكن يفيدنا حتى نغطي الإيفنتس الخارجية، العروض الخارجية، إذا كان عندنا مثلاً مسابقات، إذا كان عندنا حين مثل ما شاء الله تبارك الرحمن إكسبو جاي. صحيح. فحتى ممكن نكون دور كبير في تغطية الإكسبو، إيفنت إكسبو. فهذا مجال صحيح أنه صغير العمر، ولكن قاعد يكبر وقاعد يتطور بشكل كبير، وبروميسينج، اتس بروميسينج، يعني شغله ان شاء الله تثمر في المستقبل باذن الله. باذن الله. دكتوره منى الجلاف، استشاري طب الطوارئ في هيئه الصحه في دبي، كل الشكر على المعلومات القيمه اللي قدمتيها لنا وعلى وقتك الثمين جدا. شكرا، يعطيك الف عافيه. جزاك الله الف خير عزيزتي، وما قصرتي. الله يوفقكم. آمين. الله يوفقنا أجمعين. كانت معانا الدكتورة منى الجلاف وحدثتنا عن تخصص جدا مهم، وهي مثل ما هي قالت تخصص هو شوي جديد عندنا في البلاد اللي هو طب الطوارئ، وشجعت أطبائنا الخريجين حديثا أنهم يفكرون في تبني هذا الاختصاص ويكون مسار مهنتهم
طب الطوارئ اللي هي لأنه مثل ما هي قالت هو يعتبر تخصص جدا مهم وأساسي في مسيرتنا الطبية. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نختم حلقتنا أذكركم ببعض الإجراءات الاحترازية اللي احنا لازم نتبعها بما أن احنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد-19، وحتى نتجاوز هذه الجائحة ونوصل لمرحلة التعافي وما بعد هذه الجائحة. يجب علينا جميعا أن احنا نتبع إجراءاتنا الاحترازية دائما وأبدا. جدا مهم ان احنا نتبع مثلثنا الذهبي اللي هو ارتدائنا لكماماتنا بالطريقة الصحيحة، حفاظنا على مسافة كافية بيننا وبين الاخرين، وايضا حفاظنا على نظافة ايدينا طوال الوقت. هذه النقاط الثلاث هي تعتبر نقاط اساسية جوهرية لدينا، يجب علينا ان نحطها في بالنا دائما ان احنا لازم نتبعها. وايضا اللقاح يعتبر من المفاتيح الجدا رئيسية في تجاوزنا لهذه الجائحة. اللقاح أثبت فعاليته، أثبت مأمونيته، لذلك اللي ما بادر بأخذ اللقاح يبادر بأخذ موعد لحصوله على هذا اللقاح بالجرعتين. إذا كنتوا حابين تعرفون أكثر عن آلية أخذكم لهذا اللقاح وكيفيته، تقدرون عن طريق طريقتين، يا أما أن تتصلون في رقم اتصالنا الموحد 800-342 وتختارون لقاح كوفيد-19 وتحصلون على اللقاح اللي يناسبكم في الموعد اللي يناسبكم، أو تدخلون في تطبيق هيئة الصحة وتبادرون بأخذ موعد للقاح. وأيضا مستمعين الأعزاء، بعض النقاط الجوهرية اللي احنا حابين دائما نعيد ونزيد عليكم، إذا كنتوا تعانون من أي أعراض حاولوا أنكم ما تخالطون الأشخاص في هاي الفترة. إذا أنتوا كنتوا عارفين أن أنتوا مخالطين لحالات مؤكدة، فإحنا ننصحكم أنكم تلتزمون بمدة الحجر الصحي اللي هي 10 أيام. جدا مهم أنكم أنتوا تلتزمون بحجركم الصحي، وبما أن الموظفين تقريبا 80% من طاقم الموظفين بدأ يرجع لمكاتبه في للعمل، جدا مهم ان احنا ما ننسى اجراءاتنا الاحترازية في مقر عملنا. راح نتحدث طبعا بالتفصيل اكثر في الحلقة اللي احنا مخصصينها للحديث عن كوفيد، راح نتحدث عن الموظفين وعودتهم للمكاتبهم ان شاء الله في الغد، راح نتحدث بالتفصيل عن الاجراءات الاحترازية للموظفين في مقر عملهم. هذه كانت حلقتنا لليوم، اتمنى ان قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذة إسراء الهاشمي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا اليوم، والشكر الأكبر للمخرج المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن سرحيل. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.